يمكن اشهر مباراه كان الكابتن احمد صديق كان مفتاح تغيير مسار النتيجه فيها، الماتش بتاع 4-3 اللي اتفرجت عليه انا وانت في جنينه البيت في شبرمنت. ايوه ها من خلال السريخ اللي كان الراجل الشريف اللي عندك لانه كان مفتاح الفوز يعني. أيوة. الحقيقه لكن الموقف اللي ما نسالوش، تحب تسمع الاول منه حاجه وبعدين انا احكي لك؟ هنشوف بقى ال 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 الفيديو الثاني في علاقته او ايه الموقف التصرف اللي عمله، لان هو علاقته وحبه للاهلي دي حاجه، لكن هو عمل موقف تصرف الحقيقه مهم جدا خلانا نقول ان ده السلوك اللي يعيش دايما. حكاها كابتن سيد عبد الحفيظ ووجه له التحيه كتير، لكن احمد صديق بنفسه قال لك الاهلي اعطاني الكثير وتنازلي عن فلوسي له امر طبيعي. انتوا متخيلين ان لاعب بيمشي من النادي الاهلي ويتنازل عن فلوسه متبرعا للنادي الاهلي؟ نشوف كشف كابتن سيد عبد الحفيظ عن موقفك اللي طبيعي جدا يا كابتن احمد لما حد بيعمله بيطلع يقوله، لانه هو موقف فخر يعني. والله يا كابتن يا زول حضرتك، انا عشان انا شايفها انها حاجه طبيعيه جدا، لان النادي اداني كتير جدا جدا، وانا لو قعدت 100 سنه عمري ما كنت هذكر موقف زي كده. انا كمان من ضمن الناس اللي اتفاجئت جدا ان كابتن سيد ذكره، واتفاجئت اكتر برد فعل الناس. لان دي انا اصل اي حاجه اقولها شهادتها تبقى مجروحه جدا في النادي يا كابتن. انا خدت كتير جدا من النادي، واسمي وحتى وجودي دلوقتي سببه النادي ان انا كنت عضو او طرف حتى ولو جزء بسيط في منظومه كبيره زي النادي الاهلي. فالنادي حقه كبير جدا وفضله كبير جدا عليا. موقف زي ده كابتن هو كان رد فعل طبيعي جدا. احكي لي اللي حصل. ما فيش يا كابتن حضرتك، كنت عارف ان في 2013 دي كانت الثوره مظبوط، كنا قعدنا فتره طويله جدا ما كانش فيه حتى دوري، والدوري ما كملش، فالدنيا كانت صعبه جدا يا كابتن ماليا، والامور الماديه في النادي كانت صعبه جدا. صحيح. كل الانديه في مصر. فكل ده كان امر وارد طبيعي جدا ان احنا نستحمله ونمشي امورنا مع ظروف النادي. نعم. ففوجئنا ان الكابتن سيد طلب منا ومن اللعيبه كلها ان احنا فيها نحاول نتنازل عن 15% من عقدنا. بس الامانه اتقال بطريقه كويسه جدا. نعم. اللي عايز اللي موافق موافق، اللي مش موافق يعني. بالفعل انا وقتها وافقت مباشره من غير ما افكر يعني. وافقت زي لعيبه كتير جدا وافقت. الجديد ان بعدها بيوم او اتنين فوجئت ان انا مش موجود في الموسم الجديد. بعدها بيوم الظروف اضطرت ان هم يعلنوا القايمه عشان التأييد الافريقي تقريبا حاجه زي كده. فوجئت ان الكابتن بيكلمني بيقول لي انت كذا كذا مش هتبقى معانا الموسم الجاي. فقلت له مفيش مشكله خالص يا كابتن. فقال لي طب بالنسبه للتنازل انا بقول لك تعالى خد التنازل بتاعك اللي انت مش هتبقى معانا الموسم الجاي، ف يعني لو حابب ترجع فيه او خد الورقه بتاعتك ومش هنخصم منك حاجه. قلت له يا كابتن انا لما اتنازلت حبا في النادي، مش فكره ان انا موجود السنه الجايه ومش موجود يعني. كان رد فعل طبيعي جدا وتلقائي في نفس اللحظه يعني، حتى من غير ما افكر يعني. ده انت ماشي ملاش علاقه كده. طيب خلي بالكم الموقف ده ايه، لعيب يتنازل تقديرا للظروف الماديه بتوقف النشاط والازمه اللي حصلت بسبب احداث بورسعيد، وبعد كده او بالاحداث اللي مرت بيها مصر بعدها. فبيتنازل، ضمن اللي تنازله لسبب له علاقه بالبطوله الافريقيه والقيد وكده، ما لقى نفسه بره. فالكابتن سيد برضه باخلاقيات النادي الاهلي قال له انت مش معانا، تعال خد التنازل بتاعك لان حقك تاخد فلوسك. حقك بقى خد فلوسك، بتتنازل ليه؟ قال له لا انا اتنازلت حبا لك. انت عايز بقى اقول لك موقف جميل جدا لا قل عن هذا الموقف لهذا اللاعب العظيم. احمد صديق كان كلمه السر في تحويل مسار صفقه شريف عبد الفضيل للناس لحد دلوقتي. تقول لك احمد لان بعد احنا كنا بنتفق على شريف، وكنا تقريبا اتفقنا على الفلوس وكل حاجه. أيوة. وجينا القرار انه هيروح الزمالك، فانا بكلم رئيس النادي قال لي والله يعني انتوا والزمالك قدمتوا نفس الفلوس، بس النادي له رؤيه، لان كان في انقسام في المجلس وانا ما حبيتش اعمل انقسام، فلقيت ان القرار يبقى واحد انه يروح الزمالك. قلت له طيب واللاعب؟ قال لا ما هو اللاعب هو يعني رغبته طبعا كان يجي النادي الاهلي، بس هو مش ما هيعمل ايه، ما مش هنوافق انه يمشي لان ده قرار المجلس. قلت له طيب اللي غير القرار ده مش ان كان يبقى لك ميزه بالاضافه للفلوس دي؟ قال لي ايه هي؟ قلت له في ميزه فنيه، لان الجهاز الكوره عندك كان طالب احمد صديق، الكابتن احمد صديق.
فقال لي وانت تعرف تجيبه؟ قلت له ربع ساعه. رحت مكلم الكابتن احمد صديق. كل الناس تقول لك ما تدخليش في صفقه، مش عايزني سيبني. ده بياخد قرار في ثانيه، قلت له الوضع كذا والناس دي عايزاك، وانت هناك هتلعب بشكل منتظم اكتر وهتحل المشكله بكذا كذا كذا. انا بكلمك بصراحه، قرارك ايه دلوقتي؟ عشان قال لي يا كابتن اللي في مصلحه النادي، وانا اروح الاسماعيلي نادي كبير وهلعب وكل حاجه وحسب وجودي ومسير ارجع لكم تاني. يعني بص فكلمتهم، بص الاحترام والنظافه والشياكه. اه فكلمتهم قلت لهم اوكي كابتن احمد صديق، لان انا كنت عارف ان الاتجاه ايه جوه النادي ساعتها يعني. طبعا عملت الاتصالات، عايزين احمد صديق وعايزين المبلغ ده، اوكي ماشي. فكلمته، وعشان كده الصفقه جت النادي الاهلي، واخد بالك؟ لان بقى فيها ميزه ماديه وميزه فنيه في نفس الوقت. وتمسك كابتن شريف عبد الفضيل بينا القوي جدا، حسم الموضوع. اه طبعا ده اتحسم في ساعات يعني، يوم الانتخابات.